السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مجالسنا الموسومة بتأملات في آيات. في مجلسنا الخامس بعد 160، وهو المجلس 91 من مجالس زبدة التأويل الأثري من مختارات الإمام الطبري، مع الآية 93. نحن كنا قد تكلمنا بالأمس عن الآية 92، ولكن قلنا هي 91، الجزء الثالث منها خطأ كان، إنما هي الآية 92 كانت. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن بعض الآية 93 في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. حيث قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: يعني بقوله جل ثناؤه وإذا أخذنا ميثاقكم، وهي مكررة، أخذ الميثاق في الآية 63 أيضا، وهنا في الآية 93 ذكر الميثاق. واذكروا إذ أخذنا عهودكم، الميثاق العهد، ميثاقكم عهدكم، مواثيقكم عهودكم، بأن خذوا ما آتيناكم من التوراة التي أنزلتها إليكم، أن تعملوا بما فيها من أمري، وتنتهوا عما نهيتكم فيها من نهي، بجد منكم في ذلك ونشاط، فأعطيتم على العمل بذلك ميثاقكم، أقررتم بهذا الميثاق وأعطيتم الميثاق والعهد. إذ رفعنا فوقكم الجبل الطور، رفعنا فوقكم الطور يعني الجبل، وتكلمنا عن الطور سابقا، وكما كررها الله تبارك وتعالى هنا كلمة الطور وهي الجبل، كررها هنا في هذا الموضع. أما قوله واسمعوا، أمرهم الله عز وجل بالسماع، فإن معناه واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة، كقول الرجل للرجل يأمره بالأمر سمعت وأطعت، يعني بذلك سمعت قولك وأطعت أمرك، وهذا معروف في شعر العرب، كما قال رجل من بني ضبة من بني ضرار اسمه جبير ابن الضحاك، وكان في مسجد البصرة في سنة 55، وكان أمير البصرة يومئذ عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي، يخطب على المنبر، فحصبه جبير بن الضحاك هذا في الحصباء وهو يخطب، فأمر به عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي فقطعت يده، فقال رجزا: قال السمع والطاعة والتسليم خير وأعفى لبني تميم.
السمع والطاعة والتسليم خير وأعفى لبني تميم، يعني بقوله السمع قبول ما يسمع والطاعة لما يؤمر. ولما علم معاوية رضي الله تعالى عنه بأن هذا الأمير قطع يد هذا الرجل الشاعر عزل الأمير عن الإمارة، لأن قطع اليد يكون حد في إيش؟ في السرقة، وهذا ما سرق، كيف تقيم حد الله عز وجل في غير موضعه؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدل معاوية رضي الله تعالى عنه وعمله بأحكام الله تبارك وتعالى وحدود الله سبحانه وتعالى. وينبغي كان مثلا إن عاقبه أن يجلده، أن يحبسه، أما أن يقطع يده فهذا تعدي على حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فرضي الله عن معاوية ورحم الله أميره والجبير بن الضحاك، فهو أساء للأمير ولكن إساءته لا تصل إلى حد القطع، ولذلك قال هذا الرجز حتى يعني يستعطف به الأمير، ولكنه قطع يده، فقال السمع والطاعة والتسليم خير وأعفى لبني تميم، فهو من بني تميم، من بني تميم، من بني الضرار، من بني الضبة، كلها عشائر من قبائل. قال أبو جعفر فكذلك معنى قوله واسمعوا، أي اقبلوا ما سمعتم واعملوا به، فليس العبرة بالسماع فقط، إنما السماع مع العمل. فاسمعوا كأنه يقول لهم واعملوا بما سمعتم، فكلمة اسمعوا تكفي عن إيش؟ واعملوا. قال أبو جعفر ولذلك نحن في حتى في كلامنا العادي، في كلام العرب العادي، لما يريد أن يفعل من أحد أن يفعل شيئا يقول له اسمع، اسمع يعني اسمع ما سأمرك به حتى تفعل. قال أبو جعفر فمعنى الآية وإذا أخذنا ميثاقكم أن خذوا ما آتيناكم بقوة واعملوا بما سمعتم، يعني من الله، وأطيعوا الله في أمركم فيما أمركم، ورفعنا فوقكم الطور يعني الجبل من أجل ذلك، لأنهم لما رفع فوقهم الطور تابوا إلى الله عز وجل فتاب الله عز وجل عليهم. وأما قوله قالوا سمعنا فإن الكلام خرج مخرج الخبر عن الغائب بعد أن كان الابتداء بالخطاب، فإن ذلك كما وصفنا من أن ابتداء الكلام إذا كان حكاية فالعرب تخاطب فيه ثم تعود فيه إلى الخبر عن الغائب وتخبر عن الغائب ثم تخاطب، كما بينا ذلك فيما مضى. هذه أساليب العربية، أنا ممكن أخبرك خبر ثم أخاطبك به، أقول مثلا كان بنو إسرائيل لا يعبدون الله فأنت أعبد الله، إذن هناك خبر وهنا جاء إيش؟ الأمر. أو أقول لك أعبد الله لأن بني إسرائيل كانوا لا يعبدون الله فأمرتك ثم أخبرتك، فأساليب العربية ممكن بالخبر ثم الأمر ثم أو الأمر ثم الخبر، هذه أساليب اللغة العربية. قال فكذلك ذلك في هذه الآية، لأن قوله وإذ أخذنا ميثاقكم هو أخبر الخبر ثم أمر، بمعنى قلنا لكم فأجبتمونا. وأما قوله قالوا سمعنا فإنه خبر من الله عن اليهود الذي أخذ ميثاقهم أن يعملوا بما في التوراة وأن يطيعوا الله فيما يسمعون منها،
أنهم قالوا حين قيل لهم ذلك: سمعنا قولك وعصينا أمرك. وأمرهم، ولكنهم ما سمعوا والتزموا بالعمل، إنما عصوا. فكأن لسان حالهم يقول: سمعنا وعصينا. إن لم يقولوه بألسنتهم فحالهم ينبئ أنهم يعصون. أما قوله سبحانه وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: وأشربوا في قلوبهم حب العجل. وساق بسنده عن قتادة قال: أشربوا حبه، أي حب العجل، حتى خلص ذلك إلى قلوبهم، سكن حب العجل في قلوبهم. ثم ساق بسنده عن أبي العالية قال: أشربوا حب العجل بكفرهم. ثم ساق بسنده عن الربيع قال: وأشربوا في قلوبهم العجل، قال: أشربوا حب العجل في قلوبهم. هذا قول اتفق عليه الربيع وأبو العالية وقتادة. أما القول الآخر قال: وقال آخرون معنى ذلك أنهم سقوا الماء الذي ذري فيه سحالة العجل، السحالة برادة العجل. ذكر من قال ذلك: لما موسى عليه السلام رجع إلى قومه وجدهم عبدوا العجل، أخذ العجل حرقه وبرده بالمبارد، حتى لأن الذهب لين أصلا، يعني حين يبرد يصبح كالدقيق، كالنخالة، ناعم. ثم ألقاه في الهواء: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة. ألقاه في الهواء فذهب إلى البحار وإلى الأنهار، فدخل فيها هذه البرادة التي مثل الدقيق. فقال السدي: لما رجع موسى إلى قومه أخذ العجل الذي وجدهم عاكفين عليه فذبحه. طبعا هو ليس حي حتى يذبح، ذبحه يعني بالمبرد، ثم حرقه بالمبرد، ثم ذراه في اليم، فلم يبق بحر يومئذ يجري، يعني الأنهار، البحر هنا المقصود به النهر الذي يجري وليس البحر الراكد كالبحار المالحة، إنما الأنهار العذبة الجارية. فلم يبق بحر يومئذ يجري إلا وقع فيه شيء منه. ثم قال لهم موسى: اشربوا منه. طبعا كان هذا شان نهر النيل، لأنهم كانوا لا زالوا قريبين منه. اشربوا منه، فشربوا منه، فمن كان يحبه خرج على شاربه الذهب. فذلك حين يقول الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ثم ساق بسنده عن ابن جريج قال: لما سحل، يعني العجل، فألقي في اليم، استقبلوا جرية الماء فشربوا حتى ملأوا بطونهم، فأورث ذلك من فعلهم منهم جبنا. الآن هذا القول الثاني عن ابن جريج وعن السدي، فأي القولين أولى بالصواب؟ قال أبو جعفر رحمة الله عليه: وأولى التأويلين اللذين ذكرت بقول الله جل ثناؤه: وأشربوا في قلوبهم العجل، تأويل من قال، يعني قتادة وأبو العالية والربيع، وهم أهل البصرة وخراسان. أما أهل مكة والكوفة فخالفهم أبو جعفر، قال: وأشربوا في قلوبهم حب العجل، في القلوب وليس في الماء الذي في البطون، لأن الماء لا يقال منه أشرب فلان في قلبه، وإنما يقال ذلك في حب الشيء، فيقال منه أشرب قلب فلان حب كذا، بمعنى سقي ذلك حتى غلب عليه وخالط قلبه، كما قال زهير، يعني ابن أبي سلمة: فصحوت عنها بعد حب داخل، والحب يشربه فؤادك داء. فالعرب تقول عن القلب لما يتشرب بالحب
يقولون يشربه فؤادك، فؤادك يعني قلبك، فهذا معروف في لغة العرب. فهو رجح قول قتادة وأبي العالية والربيع بماذا؟ بشعر زهير بن أبي سلمى صاحب إحدى المعلقات. قال: ولكنه ترك ذكر الحب اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام، إذ كان معلوما أن العجل لا يشرب القلب، العجل نفسه لا يمكن أن يدخل في القلب، لكن حب العجل. فقال: وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، وأن الذي يشرب القلب منه حبه، كما قال جل ثناؤه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني واسألهم عن أهل القرية التي كانت، واسأل أهل القرية التي كانت حاضرة البحر، أو واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل القرية، اسأل أهل القرية التي كنا فيها. فالعرب تحذف من الكلام ما يدل عليه السياق. فهو استشهد بآيتين على هذا المعنى وبشعر زهير بن أبي سلمى السابق، ثم أتبعه بشعر طرف ابن العبد وهو أيضا من أحد أصحاب المعلقات. قال: ألا إنني سقيت أسود حالك، ألا بجلي من الشراب ألا بجل، أو ألا إنني سقيت أسود سالخة. الأسود اللي هو الثعبان الأسود، الثعبان الأسود هذا لا يدخل القلب نفسه، وإنما قال هنا كأنه يعني يشبه البغضاء التي دخلت في قلبه كأنها هذا الثعبان الأسود، يعني بذلك سما أسود. فاكتفى بذكر أسود عن ذكر السم لمعرفة السامع معنى ما أراد بقوله سقيت أسودا. وقد تقول العرب: إذا سرك أن تنظر إلى السخاء فانظر إلى هرم، يعني هرم ابن سنان أحد زعماء العرب في زمنه، أو إلى حاتم، يعني حاتم الطائي. فهؤلاء كانوا من الكرماء والجواد، فإذا أردت أن ترى الكرم والجود فانظر إلى فلان، انظر إلى فلان، فتجتزئ بذكر الاسم من ذكر فعله، يعني فانظر إلى كرم هرم أو إلى سخاء حاتم، هو حذفها فقال فانظر إلى هرم أو انظر إلى حاتم. إذ كان معروفا، أو انظر إلى عنترة إذا بده يتكلم عن الشجاعة مثلا، أو انظر إلى امرئ القيس إذا أراد أن يتكلم عن البلاغة والفصاحة مثلا، أو ما أشبه ذلك من الصفات. ومنه قول الشاعر: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وإن جهادا طيء وقتالها، يعني يقول أن جهاد، يقولون له جاهد يا فلان، فهو يقول أن وجودي في طيء بحد ذاته يعني جهاد، كأنه يقول أن وجودي في طيء بحد ذلك بحد ذاته جهاد. الشاهد في ذلك أن العرب تحذف ما يدل عليه السياق، وأن كلام العرب حين يتكلم عن الحب والبغض يتكلم عن الأعيان في الحب والبغض، ليس يذكر هذا العين بعينه، إنما يذكر حبه أو بغضه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما حديثنا من الشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم في مجلسنا 99 بعد 193، فهو باب تسمية المولود عبد الرحمن من كتاب الأدب. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: روى جابر، روى مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا،
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال اسم ابنك عبد الرحمن، سماه عبد الرحمن. علاقة الحديث بالباب وعلاقة الباب بالكتاب، علاقة الباب بالكتاب، علاقة البعض بالكل، الكتاب كتاب الأدب وهو شامل التسمية وغيرها. وهنا تسمية المولود عبد الرحمن جزء من هذا الكل، بعض من هذا الكل. أما علاقة الحديث بالباب فهي علاقة استنباطية، أسم ابنك عبد الرحمن، فهنا أخذ المنذري رحمه الله تعالى هذه الفقرة واستنبط منها مشروعية تسمية المولود عبد الرحمن، وهي مشروعية كما قلنا بالأمس على الاستحباب لا على الوجوب، وبينا لماذا هي على الاستحباب. فهنا هذا الاستحباب جاء في الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمره. الآن هذا الشخص بعينه صار تسمية ابنه عبد الرحمن واجبا عليه، لأنه أمر عيني وليس كباقي الناس تسمية عبد الرحمن مستحب لهم، عرفتم؟ لأنه هذا إنسان بعينه النبي صلى الله عليه وسلم أمره، فصار تسمية ابنه عبد الرحمن واجبا عليه. أما بالعموم تسمية عبد الرحمن وعبد الله كما قلنا بالأمس مستحب. فهذا الرجل الذي ولد له غلام والذي أخبر عنه جابر سمى ابنه القاسم، حتى يقال له هو للرجل يا أبا القاسم. ونحن بينا في أول باب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكنية أبا القاسم خاصة في زمانه، أما بعد زمانه فمشروعة. فهنا حتى لا يشتبه تكنيته بكنية النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسم ابنك عبد الرحمن، فصار عليه واجبا في هذا الوقت. لكن لو بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سمى أحد ابنه القاسم لنكنيه أبا القاسم لا في ما في حرج. نعم، فإن شاء الله إذا جاءك ولد تسميه القاسم نقول لك أبا القاسم. طيب، ولقمان ماذا تسمي؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن لقمان، اسم حيله بطلع هكذا يا أبا عبد الرحمن. نعم، وأنت يا آدم تسمي قابيل ولا هابيل؟ حفظكم الله، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما قرأنا وفيما سمعنا، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.